عمر انت ممكن يعني تستخدم المكان ده ولا انت حسب بيعبوا من كام جرام؟ ما هو ده انا كنت عايز اساله، لان انا اللي قريته ان هو ابتداء من كيلو بتعبي اكياس من كيلو مش اقل من كده، فانا عايز اعرف بتبتدي من كام جرام. احنا صنعنا المكنه الحاليه على بنتكلم في حوالي 400 او 500 جرام لحد 3 كيلو، دي المكنه اللي موجوده فيزيكلي موجوده، بس احنا اللي صممنا الديزاين ده، احنا رسمنا كل ده، موجود سوليد وورك، موجود على موجود مرسوم، احنا 8 مهندسين فاحنا رسمين كل الكلام ده، فهو ادجستبل بسهوله جدا، انا اقدر اطلع تصميم جديد بالكامل خلال شهر. معظم المنتج النهائي اللي هو بيتباع في السوبر ماركت من البقوليات واي منتج بيبقى من 150 جرام 250 جرام، اكتر حاجه الكونسيومر بيشتريها نص، يعني نص كيلو كيلو. ف يعني انا شايف انه مهم جدا اي مصنع، الشباب مصنع مكرونه كله بيبتدي من 250 جرام. فحق يعني في رأيي دي مهمة يعني نقطة مهمة جدا انه يبتدي بيها. انت هدفك تبيع المكنة ولا هدفك يعني تعمل مكنة سور كوموند للناس، يعني لكل مكنة لزبون معين اللي عايز مثلا كيلو اللي عايز كذا، انت هدفك تبيع المكنة ولا هدفك تقدم سور، هدفك ايه؟ الفيلد بتاع التعبئه او فيلد التصنيع عامه، انا اكوردنج اليوزر بيجي لي بيقول لي الريكويرمنتس اللي عايزها في مكنه التعبئه بتاعته، هو عايز الاحجام اللي يشتغل عليها او الحاجه اللي يشتغل عليها، وانا بعمل له الحاجه دي. هدفك تصنع مكن لل ومعايا الحاجه الثانيه حسب الطلب، ومعايا الحاجه الثانيه سيرفيس. لا بس ده ما يعني في عالم المكن ما بقاش في ترزي مكن خلاص، هو مش ترزي لان ده ما بيكسبش يعني قال لك هو ترزي مكن، وعمر قال نفس الشيء. هو ستاندرد يعني تعمل 3 4 مكنات ستاندرد، اسمه ستاندرد، وتنزلهم السوق وتكون دارس سوقك كويس، واحده ربع كيلو، واحده نص كيلو، مش عارف ايه، واحده روتري، واحده لينير، المهم تدرس سوقك وتعمل المكن المناسب له، انما ان انت كل واحد هيجي لك يقول لك زود لي الانتاجيه 20% قلل لي بتاع، هتلاقي نفسك مش عارف تكسب. عندنا اصلا تو فيرجنز اللي احنا شغالين عليهم حاليا اصلا ومطور فيهم، هي بتاعت الجرامات بتاعت السكر، حضرتك عارف الكاس السكر بتتفتح والحاجات دي بتاعت الجرامات الصغيره، واللي حضرتك قلت عليها اللي هي الجرامات من 250 لحد الكيلو اللي يوصل لحد كيلو ونص، ديت احنا شغالين على برضه الاثنين بس بنطور عليهم. ما تخترعش المشكله، ومش اي مش اول واحد هيجي لك يقول لك انا عايز 20 جرام تعمل له، انت شوف في كام واحد عايزين 20 جرام، لو في 1000 اعملها، لو في 2 ما اعملهاش، والا عمرك ما هتكسب فلوس. انت كان عندك هدف دخلنا في مجال تبتدي البقوليات، يعني حاجات كبيره اكتر مش كده؟ بدانا البقوليات، التارجت كان على الكيلو، عشان احنا كنا بنتكلم في الرز واللي هي الحاجات اللي كلها كيلو، يعني ده كان التارجت كبدايه، بس الفكره زي ما بقول لك الموضوع ادجستبل، يعني المكنه احنا لما جينا نصممها صممناها ادجستبل ان هي لما اجي اعدل فيها حتى المكنه دي ما اضطرش ان انا اعمل بارتات تانية كتير، فانا مجرد بس ما افك مثلا بغير حاجه واحده بس، بغير حاجات بسيطه جدا بتكلفه بسيطه، ما تبقاش عندنا مشكله، انا ممكن اعمل بيز يعني زي ما حضرتك قلت بيز انتاج ل 10 مكنات هم نفس البيز مثلا 70% من المكنه اتعملت خلاص. انا المكنه بتاعتي ثابته، لما بيجي الزبون عايز العميل يغير حاجه انا عامل يعني حاجه ثابته، زي حاجه ثابته بعمل ريبليسمنت عليها، فدوت السهوله اللي عندي. انا مش بقول له انا هغير لك المكنه، انا بغير حاجه بس صغيره هي اللي بتغير له الحاجه بتاعه التعبئه اللي هو عايز يعملها، موديلر موديلر. اما البادي كله والحاجه كلها ثابته، حتى في الصيانه بتاعتنا المميز عندنا في الصيانه والمش موجود في حاجات تانية، انا عامل البارتات بتاعه المكنه كلها اللي انت ممكن في لحظه واحده تفك الحاجات كلها عشان تقدر تخش جوه المكنه تعمل الصيانه، فدي حاجه مسهله لي لما اجي اعمل صيانه. احنا المكنه بتاعتنا احنا بنفكها بايدينا ونركبها خلال 3 ساعات بس. معلش سؤال بس، ده مش موجود في المكن المحلي التاني اللي هو انك انت بتغير حاجه واحده بس؟ كله مسامير والحامات، ولو الحامات عمره ما بيتفك. احنا عندنا لا، احنا عاملين البارتات كلها اللي انا بسهوله جدا ممكن افكك المكنه بتاعتي كلها، وعشان كده لما هم الاعداد كلمونا اللي احنا نجيب المكنه قلنا لهم انا ما عنديش مشكله ان انا اجيب المكنه دي، بس بصراحه معيش تكلفه توصيلها. الموضوع ده ريسكي شويه عشان بيحتاج شغل انسز وستريس. انا معجبه ان هم شباب صغير وعملوا صمموا المكنه وعملوها، يعني برضو برايس ديفرنس عالي قوي من 160,000 ل 500,000، هتخلي مش بس الناس اللي لسه بدات تفكر، هتخلي ناس كبيره برضو تفكر. في اسعار يعني اقل كمان زي ما دكتور خالد قال، في شركات تانية اسعارها اقل، فانت ممكن تفكر ديفينتلي. يعني احنا عندنا بنفكر نعمل مثلا مصنع قهوه دلوقتي في مصر، فبنفكر في قصه التكلفه ممكن تقل شويه لو قللنا اصلا الاوزان،